والعرب الكرم طيب. هذه بس التوضيح يعني لان بعض الحاجات مشهوره ولا يعرف يعني اسبابها. طلب الجمهور كان قربك عن جميع المخاليد، يا الله لا تجعل لي مع الناس حاجه. انسب قربك عن جميع المخاليد، يا الله لا تجعل لي مع الناس حاجه. لليسر يسرني لليسر يسرني وفرج لي الضيج ويسر يقول انسب قربك عن جميع المخاليد، يا الله لا تجعل لي مع الناس حاجه. لليسر يسرني وفرج لي الضيج وسهل علي دربي ووسع فجاجه وافرغ علي صبر يفك المعاليق صبر النبي ايوب يرجي علاجه واربط على قلبي وسط المعاليد شاف الدواهي عقدات احجاجه تموج به دنياه موج الصناديق فوق البحر هبت عليها العجاجه. لا اله الا انت رب المخاليد ظالم نفسه يستغيث بلجاجه، يا الله لطفك يا ولي التوافيز يا مخرج اليونس سهل خراجه، يا مخرج اليونس سهل خراجه. اللهم صل على ما شاء الله عليك ابو محمد يا ابو ابراهيم. الله يسلمك. دائما يعني